شك أن العارف بالله سبحانه وتعالى والباحث عن سبل خلاصه بين يدي الله عز وجل يعلم من نصوص الشرع المطهر ومن كلام أهل العلم ووصاياهم ونصائحهم ومواعظهم أن أعظم نعمة على العبد وأعظم كرامة إنما هي الاستقامة في تاريخنا الإسلامي وربما حتى في تاريخنا المعاصر. بعض العباد وبعض السالكين الذين يبحثون عما يسمى بالكرامة وهي الأمور الخارقة للعادة التي ربما يمن الله بها سبحانه وتعالى على بعض عباده لحاجة أو لإظهار برهان معين في مجادلتهم للكفار أو للمنحرفين أو غير ذلك، فبعض العباد قد تتطلع نفسه إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من خوارق العادات، فكانت وصايا شيوخهم وعلمائهم والعارفين منهم أن الاستقامة هي أعظم كرامة. لا تطلب بعبادتك أمورا خارقة للعادة، وإنما اسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالثبات والاستقامة حتى الممات، وأنت على طريق العبادة والطاعة والبعد عن العصيان ومحبة الإيمان والطاعة وأهل الطاعة وأهل الإيمان وغير ذلك. الله الله